في درسنا اليوم رح نتعرف على وحدات القياس في النظام العالمي International System of Units، ورح نتعرف على بادئات النظام العالمي Prefixes لوصف الأرقام الصغيرة جدا والكبيرة جدا. الفيزياء هو علم بيهتم بدراسة وتفسير الظواهر الطبيعية في الكون، وسر نجاح الفيزياء كعلم طبيعي هو أنه الفيزياء بتستخدم لغة الأرقام والرياضيات بجانب الدقة في اختيار الكلمات لوصف الظواهر بحيث تعطي معنى محدد. مثلا إذا بدنا نوصف ارتفاع بناء أو عمارة فبنحكي أنه ارتفاعها 9 متر. بهاي الطريقة أي شخص راح يعرف الارتفاع بدون ما يحتاج أنه يشوف العمارة أو يجي يقيسها، ببساطة لأنه طول المتر الواحد ستاندرد ومعروف للجميع. لاحظ لما نحكي طول جسم 3 أو 4 أو 100 أو حتى 1000، الأرقام لحالها ما إلها أي معنى بدون كلمة متر. متر بنسميها وحدة قياس. باستخدام وحدات القياس بنقدر نوصف خصائص الأجسام. بنستخدم كيلوغرام لقياس كتلة سيارة وبنحكي أنه كتلتها 1000 كيلوغرام، وكمان بنقدر نحكي أنه كتلتها 2204 باوند. الباوند وحدة قياس للكتلة. وبالنسبة لوحدات قياس الطول عنا القدم فوت والميتر والمايل واليارد والإنش. عنا وحدات للقياس كثيرة جدا، والأسهل أنه نوحد وحدات القياس. عشان هيك عام 1960 المجتمع العلمي اتفقوا على ستاندردز تكون وحدات قياس للجميع، وسموها International System of Units واختصارها SI. حسب النظام العالمي وحدة قياس الطول length هي الميتر، والكتلة mass نستخدم الكيلوغرام، والزمن time نستعمل seconds، ولدرجة الحرارة temperature نستعمل كلفن، وللتيار الكهربائي electrical current نستعمل أمبير، ولكمية المادة amount of substance نستعمل المول، ولشدة الإضاءة luminous intensity نستعمل الكانديلا. لكل وحدة قياس تعريف متفق عليه، وبتقدم العلم تم إعادة تعريف هاي الوحدات أكثر من مرة. المتر تغير تعريفه 6 مرات. المتر كان عبارة عن المسافة بين خطين على عمود من البلاتينيوم والإريديوم، يعني إذا بدنا نعمل مسطرة طولها متر واحد لازم يكون طولها مساوي للمسافة بين الخطين على عمود البلاتينيوم والإريديوم. تطور العلم بدفع العلماء لإعادة تعريف وحدات القياس عشان يحصلوا على دقة أكثر. المتر الحالي هو المسافة اللي بقطعها الضوء في الفراغ خلال زمن مقداره 1/سرعة الضوء في الفراغ. الكيلوغرام هي كتلة قطعة اسطوانية من البلاتينيوم والإريديوم محفوظة في فرنسا. أما تعريف الثاني سكند فهي 9,192,631,770 انتقال لإلكترون بين مستويين طاقة داخل ذرة السيزيوم 133. من أهم ميزات النظام العالمي SI إمكانية التعبير عن الأرقام الكبيرة جدا أو الصغيرة جدا باستخدام كلمات أو رموز منسميها prefixes. هاي البريفكسز عبارة عن مضاعفات القوة 10، بنضعها قبل وحدة القياس. 10^12 منسميها تيرا. 10^9 منسميها جيجا. 10^6 منسميها ميجا. 10^3 كيلو. وعنا 10^-1 منسميها ديسي، والـ10^-2 سانتي، والـ10^-3 ملي، 10^-6 منسميها مايكرو، 10^-9 منسميها نانو، أما 10^-12 بيكو، 10^-15 منسميها فيمتو.